بعد الوحدة اللئيمة، ها هو الشهيد شهيد القدر ثابت جواس يسقط أرضا، واللي اسقطه مولعي، واللي اسقطه مولعي مخزن قات هبش، اللي اسقطه مولعي مخزن قات هبش، مجرد ما مر ما مره السيارة جنبه، مجرد ما مره السيارة جنبه ضغط الزرار. يا أسفه، أنا أعرف جواس وعشت مع جواس، جواس رجل شامخ. جواس كان جبل من 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 جبال الجنوب. جواس كان يمشي بلا 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 حراسة، بلا حراسة، وتجد بلطي الأراضي، وتجد السمسار يخرج بموكب ويدخل بموكب. المهم قدر الله وما شاء فعل يا رجال، قدر الله وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا لردفان خاصة، وتعازينا للجنوب عامة بهذا المصاب الجلل شهيد القدر والخيانة، شهيد القدر والخيانة. راح علينا أحمد سيف، واكتفينا بالتمديد، واكتفينا بالمواساة ولا تعبرنا. راح علينا أبو اليمامة ولا تعبرنا. راحت علينا شهداء، راحت علينا ناس. إذا راحت النمار وراحت القيادة، كيف نتصرف؟ أبغى أفهم. كم نادينا، كم قلنا أين الحريات، أين غرفة العمليات، أين الأمن؟ صحيح إن عملية القدر تحصل والأرهاب يحصل في دول متقدمة، ولكن نحن معرضين في أي وقت لأعمال من هذا النوع. رحم الله الشهيد شهيد القدر والخيانة ثابت جواس، العميد ثابت جواس، ولا نامت أعين الجبناء. والله إن نحن لحزينين، وخاصة بعض هل ترون بعض الناس كانوا يقولون جواس ما فيش له يعني انه مش مع الجنوب قلبا وغالبا. شوفوا ايش النتيجة، عضوا الان عصابع الندم، قلتم على طماح انه ما هو مع الجنوب قلبا وغالبا، عضوا الان عصابع الندم، قلتم على فلان، ولا زالت يا الجنوبيين انتم لغاليق، انتم يا جنوبيين والله العظيم انكم لغاليق، حرام طلاق انكم لغاليق ورب محمد، وأنكم مبغضين، وأنا أعلن من هنا حرام وطلاق، إنها عادها بتروح كوادر. أعدانا بتبيع كباش بالجولات، أعدانا بتبيع كباش، الاستخبارات حقهم بيبيعون كباش بجولة القاهرة، بيبيعون كباش وعسل وسمن، وجيت تشتغل لعنده وهو أكبر مخابرات، وجيت تشتري منه كبش، قلت له أنا والله ساعدني أضرب ما بي بدون هالكباش هذا بلاش، وهم بيرصدونا. نحن ما زلنا على الفطرة الجنوبيين، لا زلنا طيبين، أما بعضنا البعض. المهم الجنوب خسر جبل، خسر عم يعني من أعمد عميد ركن ثابت جواس. ولما نقول ثابت جواس، انتم عارفين تاريخه، رجل مناضل، رجل قلبه قلب اسد، لكن ايش ما نسوي، عدبه تروح جماجم يا جراب، عدبه تروح جماجم. اذا ما فيش ردة فعل لحد الان، ما فيش ردة فعل من الشعب الجنوبي. نحن قلنا إعلان حالة الطوارئ، إغلاق الحدود مع الشمال
تشكيل حكومة مسقرة. خلش رد فعل الشارع. ايش رد فعل الشارع؟ ابغى افهم بالشكل هذا باش تدرجونا الواحد تلو الاخر. اضرب بما انا محدثكم، هذا الاخجف اللي بتشوفونه بتقولون بينكت، تقولون بينكت وبتقولون حرام وطلاق، حرام وطلاق بالثلاث. انه واحد اتصل بي قال لي معي لك هدية، قال لي معي لك هدية. قلت ليش من هدية حبيبي؟ قال تعلي للفيوش، قال لي تعلي للفيوش، قال تعلي للفيوش. قلت له والله انا بعيد من الفيوش شوية، بعيد من الفيوش شوية، بعيد. قلت له بعيد من الفيوش شوية. قال لا تعال الآن الهدية تسوى. قال لي الهدية تسوى. قال لي الهدية تسوى. قلت له اسمع أنا معي واحد من الفيوش الآن بيجيك، الآن واحد بيجيك الآن. شكيت من الكلام هذا، هذا اللي بتشوفونه الطبل قدامكم وهو قال بالسماعة طفاها. يوم قلت له في واحد الآن بيجي، يعني كان ناوي علي، كان ناوي علي. على العموم وقد راح جواز ذيب الذياب، كم صارع عمليات، كم صارع عمليات، كم حاولوا فيه من تفجير المطار إلى 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 إلى، كم حاولوا عليه، كم حاولوا عليه، كم حاولوا عليه، لكن ظاهر أنها كملت الأيام، كملت الأيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزي ردفان الشموخ، ردفان الثورة، ردفان النضال، أعزي الجنوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يا شباب عاد هبت روح بشر، ماذا عملنا؟ لا وحدنا أمن داخل عدن، لا غرفة عمليات، لا الأراضي ومشتقاتها فرقت بين الناس وضيعتنا، ونريد إغلاق هذا الملف تماما، نريد إغلاق ملف الأراضي تماما للوحدة الجنوبية. نرتب صفوفنا، نعمل غرفة عمليات، أمن، حريات، استخبارات، شيء من هذا النوع. يا شباب الدم مش رخيص للدرجة هذا. أقل شيء ندافع على أهلنا وناسنا، ندافع على أهلنا وناسنا بحد المستطاع، بحد المستطاع. ما نبغى نحن لسنا دولة عظمى، وعارفين إن عدن مستهدفة. عدن للعلم، عدن مستهدفة. أنا كنت أتمنى زمان، قلت أتمنى لو المملكة العربية السعودية توحدة مع الدحابيش خميس وجمعة. أنتم سترون إن في أهمال، قد ربما الأمن والله بيبذل نوعا من ذا، لكن ما فيش إمكانيات.